بالنسبة لتطبيق القانون في المغرب، وحنا كنتميزوا بأن عندنا قوانين. وبالنسبة مني درسنا قانون الميزانية، تصدمت مني شفت ديك الرقابة وكيفاش كتطبق الميزانية من ناحية المحاسبين ومن ناحية الإداريين. ومني كنخرجوا في الشارع والمدينة كنلقاو المدينة في واحد الحالة يرتلاها، يعني كيفاش هاد المجالس والمجالس في البلدية كيقدروا يهربوا من هذه الرقابة ويسرقوا هذه الملايين اللي كتكون موجهة وعندها رقابة في أول السنة وعندها في آخر سنة كتكون واحد الرقابة باش تشوف الفلوس فين تصرفات. وبالنسبة لي أنا كنشوف على أساس العرائش، كنعرف رئيس البلدية أنه طلع للمجلس البلدي قبل ما يطلع محمد السادس للحكم وباقي لحد الساعة، يعني ما كنشوفوش واحد تغيير في السياسه او لا واحد الرقابه كيف كنقراوها حنا ولا القانون اللي كنقراوه هنا حنا. يعني كرجل غادي يغتصب لنا واحد البنت اللي ما كتعرف حتى شي حاجه، ما كنظنش ان القانون غادي يعطيها 5 سنين وقل، يعني ما كتوصلش انها تكون جنايه وكتبقى في حدود جنحه. وفي الحين ان اي انسان قام باضراب النار كتوصل ليه الجريمة ديالو حتى ل 20 عام، يعني كاين واحد الفوارق كبيرة. الإنسان هو حديث قديم يعرف طفرات نوعية من حين لآخر، ذلك بما يعرفه واقع حقوق الإنسان بالمغرب، واقع متعثر ربما ذلك لما تعرفه القوانين الوطنية والفجوة الحاصلة ما بين القوانين من ناحية نظرية والقوانين من ناحية التطبيقية. ربما هذا لذلك نرى أن القوانين من الناحية النظرية تعطي لحقوق الإنسان الشيء الكثير، لكن من ناحية الممارسة نجد خط سافر لهذه الحقوق. ذلك ما يظهر لنا جليا من قمع حرية التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير التي تواجه اعتداءات وحصار ممنهج. أيضا بالتالي في هذه الممارسات المشينة ربما تعطي صورة قاتمة لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، لذلك ربما الآن آن الأوان لرسم الخطوط العريضة لتوضيح خريطة حقوق الإنسان بالمغرب. الإشكال المطروح هنا ما الذي يجعل قافلة حقوق الإنسان بالمغرب وبدول العالم الثالث بصفة عامة تعرف تذبذب وتأخر؟ ربما الإجابة المرجحة في هذا الصدد هي مدى وعي هذه المجتمعات بالمفاهيم الحقوقية الخاصة بحقوق الإنسان. أيضا ربما الآن الأول لتدخل الدولة والمنظمات الحقوقية من أجل تطوير المواطنين والشباب وتوضيح مفاهيم حقوق الإنسان على من حيث الخطاب ومن حيث الممارسة. من هنا يمكننا الحديث عن ما قربت الأستاذة مها في حديثها ومقاربتها عن حقوق الإنسان من المنظور السياسي. سؤالي لك أستاذة هو كيف يمكننا ربط حقوق الإنسان بالنظام السياسي المغربي خاصة فيما يتعلق بالآلية الديمقراطية؟ أيضا سؤالي لك هو ما مدى او لا اين يتجلى دور الاحزاب السياسيه والمعسكرات السياسيه في تأطير المواطنين والمواطنات واحترام حقوقهم؟ ايضا الاستاذ الدودي وفي حديثه المجرد حديثه الاكاديمي المجرد باعتباره استاذ جامعي تحدثت استاذ وقاربت لنا واقع حقوق الانسان من منظور اكاديمي وتحدثت عن واقع حقوق الانسان بالمغرب في ظل تفشي وباء كورونا. سؤالي لك استاذ الى اي حد يمكن ان تكون حاله الطوارئ الصحيه ذريعه للدول من اجل قمع حقوق الانسان؟ ايضا الاستاذ الحبيب الحاجي وحديثك المستصل عن حقوق الانسان والتنميه باعتبارك محامي وحاصل على شهاده الماستر في التنميه، حديثك عن تكامل حقوق الانسان وعدم قابليه للتجزئه. أستاذي كيف يمكننا الحديث عن تكامل حقوق الإنسان وعدم تجزئتها أو عدم قابليتها للتجزئة علما أن الدول تعرف فوارق مجالية اقتصادية كبيرة
وبالتالي حقوق الإنسان في العالم الغربي ليست هي حقوق الإنسان في المجتمعات النامية أو مجتمعات العالم الثالث. كيف يمكننا لكم أن تقاربوا لنا هذه الضائرة؟ أيضا سؤالي العام للحضور والأساتذة أيضا هو لما واقع حقوق الإنسان على المستوى العالمي والخطابات التي تكون في المنابر الإعلامية العالمية. نلاحظ نرى أن على مستوى هذه الخطابات طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان على المستوى العالمي، لكن ما نشاهده من خرق سافر لهذه الحقوق في الدول مثل سوريا وقضية فلسطين القضية القومية ربما يجعلنا في حديث فارع عن حقوق الإنسان وعن ما تتحدث عليه الأمم المتحدة ودول العالم. وشكرا. سؤالي هو وهل تراجع نسبة المتنظرين في الوسط القروي خاصة في الإناث، هل يرجع هذا السبب إلى المجتمع الذكوري الذي نعاني منه الذي يطرح إشكالية أن الفتاة ما خصهاش تكون في المدرسة يعني المكان ديالها هو البيت، أو هناك أسباب أخرى؟ مع الإشارة أنك لم تخبرنا بالشيء الإيجابي الذي تحدث عنه سابقا الذي تميز به المغرب في أزمة كوفيد 19. وشكرا. تشكراتي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان العرائش على هذا الحضور الوازن للسادة الأساتذة وعلى رأسهم الأستاذ الحبيب حجي الذي مرحب به في مدينة العرائش. فعلا كانت مداخلات يعني تابعناها بتمعن كبير. أنا لدي مجموعة من ثلاث أسئلة موجهة تقريبا. السؤال الأول للأستاذة فنيش، نعلم جيدا بأن للحقوق تكلفة كبيرة مالية، وبالتالي فدور الدول الضعيفة تأمل على تمكين ساكناتها من الحقوق التي لا تطلب التكلفة المالية، بينما الحقوق مثلا الأستاذ حاجي لما طرح إشكالية التعليم فهي تطلب اعتمادات مالية كبيرة، إشكالية كذلك ديال الصحة. ألا وبالتحقيق يعني الأستاذة فنيش قال بلا الأمل، ألا تعتقدين فعلا أن الأمل كفيل وحده بأن يمكن هذا المجتمع الذي ينشد الحقوق في كليتها كاملة بدون تزيد كما جاء في تدخلات الإخوة؟ كذلك بالنسبة للأستاذ الدودي، نعرف أن الحقوق كما قلتم لا يجب أن تجزأ وهي حقوق كونية، ولكن في العالم المتقدم فعلا يستفيدون من هذه الحقوق الكونية، بينما نحن في العالم الضعيف كالمغرب مثلا لا يمكننا أن نقبل مجموعة من الحقوق التي هي يعتبرونها هي كونية. أعطيكم مثال مثلا المظاهرات في بنيس مثلا، ما يمكنش أن نقبلها مثلا أن نعطيو كمجتمع تقليدي ربما أن نعطيو من هذه الحركة الحرية ونعطوها الحق في ممارسة ما تعتقده هذه الحركات. بالنسبة للأستاذ حبيب حجي، فعلا أنا أرى في رسالة إلى التاريخ وهي كانت تنبيه فقط يعني تعبير عن الرأي وجهه إلى التاريخ. أسأل الدور والاهتمام والمساهمة ديالو في إنجاح سلسلة الندوات التي تشارك فيها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في دينامية مشاركة مواطنة بهدف نشر ثقافة قيم حقوق الإنسان، والأكيد هي رافعة وواجهة من الواجهات المتعددة التي نناضل فيها كما قالت أستاذة من أجل مغرب المستقبل، مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ومغرب حقوق الإنسان من نهاية المطاف. ربما وددت أن أدلو بدلوي في نقاش لطالما كان مجال سجال وصراع ما بين الدولة والمجتمع منذ حصول المغرب على استقلاله، والأكيد أن هذا الصراع هو الذي توج بمرحلة انفراج سياسي. الأكيد أن كل الفرقاء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أجمع على أنه كان نتاج
نضالات أكيد، ولكن أيضا كان نتاج إرادة سياسية حقيقية من مؤسسة الحكم، من المؤسسة الملكية بعد تزويج الملك محمد السادس كملك للبلاد، والتي توجت بتجربة رائدة هي تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وما تلاها من مسلسل وإصلاحات سياسية ودستورية إلى غير ذلك، إلى أن توج بدستور الحقوق كما يطلق عليه هو دستور 2011. الإشكال لربما طال كان الفعل الحقوقي يرمي اللوم على الدولة باعتبارها غير قادرة، إما على أو المشرع غير قادر على تنصيص واضح لا لبس فيه للحقوق على مستوى الدستور على مستوى القوانين وربما على مستوى القانون الجنائي بصفه اساسيه، لكن اعتقد انه حان الوقت اليوم لا على مستوى الفعل الحقوقي ولا على مستوى الفعل السياسي للخروج من حاله الشيزوفرينيا. شنو الشيزوفرينيا؟ هو الجميع وربما عند التمثلات اللي كيعطيها الاستاذ الحبيب الحاجي، كتلقى واحد كيشرب مثلا لاركول كيقول بسم الله عاد كيشرب، هو مثلا هذاك النهار ما شربش وهذاك النهار ما شربش، مسكينيه كي دايرين، هو مثلا غدا يجي يشرب عنده عادي، ولكن واحد الحاله ديال الشيزوفرينيا والانفصام الشخصيه في كل تجلي من تجليات الحياه ديالنا نعيشوها. مثلا كنلقاو بنت ولد في علاقه عاطفيه الى غير ذلك، اقول لها بنت السوق ولا ولد السوق، هو يقدر الى نفس الجنس ما يوصفش راسو بهذا النوع، وقس على ذلك في كل مناحي الحياه. الاشكال الحقيقي وربما الفجوه اللي سماها الطالب، الفجوه كاينه في التمثل ونشر اشاعه ثقافه حقوق الانسان التمثل والتملك، وفعلا ان بنادم يقتنع اما مقتنعين بالاسلام كدين ويقتنعوا بانه كاين واحد الثقافه اللي كتجمع الانسانيه باختلاف دياناتها وباختلاف اعراقها، اللي هي شي حاجه سميتها حقوق الانسان، اللي هي في النهايه المطاف نتاج الانسانيه خصنا نفتخروا. حقوق الانسان هي نتاج بشاعه الحرب العالميه الاولى والثانيه، حقوق الانسان هي نتاج صراع تاريخي بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الراسمالي، هي نتاج الانسانيه بصفه عامه خصنا نفتخروا به كاجيال ديال البشريه، وخاصه هذا الجيل اللي وصلنا لشي حاجه الجيل الثالث والجيل الرابع، رغم اني لا اؤمن بشي حاجه سميتها الاجيال، لان حقوق الانسان كل لا يمكن تجزئه لا بجيل لا بحقبه الى غير ذلك. انا قلت الفجوه هي في هذا التملك ديال قيام الانسان. بمعنى صحيح ان الدوله مقصره في الارقام والمعطيات والمؤشرات كما قال الاستاذ الحجي، ولكن جزء كبير من عدم بلوغ بعض المؤشرات راه هو المجتمع. التقاليد والعادات هي اللي خلات 50% ديال الفتيات ما يكملوش قرايتهم، هي اللي خلات 50% ديال الشابات ما يمشيوش يخدموا، بمعنى المجتمع يتحمل ايضا جزء من المسؤوليه. دونك كيفاش يمكن ان نوصلوا لهذ الاهداف والغايات اللي كتوخاوها؟ انا كنقول الحاجي هو شريك النظام ديال 22 سنه، ملي كنا كنناضلوا او ملي كان المجتمع المدني بصح كتلقى المناضلين كيضحوا بفلوسهم ووقتهم، كانت النتيجة ظاهرة، كان واحد المد جماهيري ومد مجتمعي ديال شي حاجة كيتبع السياسة وكيتبع حقوق الإنسان، ولكن مع الأسف من توفرت الإمكانيات والظروف ديال بغينا نقولوا نطلعوا من النيفو ديال الأداب ديال هذا الفعل المدني والسياسي، مع الأسف ولينا كنشوفوا الحصيلة ديال هذا الفعل المدني والسياسي غير مشرفة. بمعنى دابا داكشي مثلا انا كجيل ديال التسعينات ما كنتش كنتصور ان شي تلميذ ولا تلميذه في الثانويه ديالي ما تبعش القضيه الفلسطينيه ولا القضيه العراقيه. دابا كتجي تقول له فين جات العراق يقول لك راه جات ما عرفتش العراق ولا فلسطين فين جات. هذا تلميذ ولا طالب راه طالب تقدر تلقى ما عرفش قضايا قوميه ديالو ما عرفش. بمعنى كاينه ازمه ديال 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 أزمة ثقافية وأزمة. دونك أنا كنقول في نهاية المداخلة ديالي هاد البوابة اللي كنفتحوا اليوم في الجامعة هي فرصة وآلية من الآليات ديال نشر ثقافة وقيام حقوق الإنسان، ما تبداش هنا ما توقفش هنا، هي فقط واحد المجهود متواضع
ديال مجموعه ديال 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 الرفيقات والرفاق جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان، واللي كنتمنى صادقا على انها تكون غير البدايه في اطار واحد المشروع ان شاء الله كبير، من اجل انه فعلا الجامعه تكون رافعه اساسيه من الروافع ديال المجتمع في ترسيخ ثقافه وقيم حقوق الانسان. لكم مني كل إذن شكراً للمتدخلين والمتدخلات. أسئلة في الصميم وواجهة. أعطي الكلمة للأستاذ حبيب الحاجي. فعلاً في تطويع ما هو نظري، في تطويع الأسس الفلسفية والنظريات القانونية وجعلها عبارة عن ميكانيزمات عملية نستعين بها في حياتنا اليومية. أود أن نتوجه لكم ولكنا جميعاً بالشكر الجزيل وبالامتنان والعرفان لحضوركم وتفاعلكم في هذه الندوة. وأود أيضا أن أذكر بأن غدا إن شاء الله سنكون مع موعدنا على الندوة الثالثة من سلسلة ندوات منظمة من طرف جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع العرائش في إطار مشاركة ومواطنة. سنتشرف بحضور الدكتورة فاطمة الحسني رئيسة مجلس جهة طنجة القوانين الحسيمة، أيضا الدكتور الأستاذ الجامعي أمين السعيد أستاذ في جامعة مولاي إسماعيل بمكناس فاس، طلب وطبعا الحق عفوا لأن هذا الشيء يشارك معنا داخل الكلية من خلال محاضرتين حول النظم السياسية الكبرى وأيضا النظام الأمريكي والنظام المغربي. ستحضر معنا أيضا الفاعلة الحقوقية بعد من إلى حزب الأسرة المعاصرة الدكتورة زهور الوهابي. إذا موعدنا يتجدد غدا معكم إن شاء الله على الساعة 18 في نفس المحاضرة. وجهة أعطي الكلمة للأستاذ حبيب الحجي لكي يجيب عن الأسئلة. سأكون مقدما لهذه المرة. قبيلة رانا نسيت هذيك الارقام اللي تنهضر على الانترنت واش بيها غنديرو المناصفة. دوزو 2011 دازت دابا 10 سنوات حنا طحنا في نسبة ديال الانترنت باش يبقاو. إذا غنقلبو على النصف ماشي المناصفة، المناسبة غنقلبو على ضرب واللي كي يعني الطرف الذي تنتهك حقوقه حقيقة بشكل أكثر هي الإناث. أكثرية الإناث كيمشيو لعنيا المعازيق، والأكثرية ديال الإناث مكيدخلوش المنطقة. أنا دابا توصلت من رئيس فرع بليس المال ديالنا في إقليم الشاون، تيقول لي 300 تلميذ وصل إلى سن تندرس ما مشاش للمدرسة في أربعة مداشر، وهاد المداشر هادي حتى الطريق ما كتوصلهاش، الطريق ديال البحرية من تطوان إلى العسيمة، هاد الدور كيتنس بالجبال قريب هو اللي تبع العسيمة، 300 طفل لا إله إلا الله، عاد بعد إذا نحن إذا لم يكون لدينا تعليم بالشكل الذي ذكرته القادرة الحقوقية متوقفة وتنسحب على كل، إذا كان التعليم وضعه بئيس البؤس سوف ينسحب على كل القطاعات بدون استثناء، ولا تقدم ولا تنمية ولا حقوق الإنسان. إذا وهنا تنرجع للكلمة ديال الأستاذ الشعراوي، لا يمكن للدولة أن تحتج بعدم وجود اعتمادات، لا يمكن، لا حق لها. إلا قالت الهضرة ديالها مشكلة، معضلة، معضلة حقوقية وسياسية، لأن الأمم المتحدة أولا في القانون الدولة ذات ملاءة مالية تقول الحقوق راه كتعرفوها، كلشي يجي الدولة تقول لك أنا ما عنديش الفلوس، ما يحقهاش تقرا وما يقدرش القاضي يعدل حكم بأن البلدية ما عندهاش فلوس
ولا الوزاره بعد شنو باش تخلص الناس علاش قاعده قانونيه متجذره. الخطاب الملكي ديال 2005 ولا باقي الخطابات حتى الخطاب ديال 2019 عندما انتقد و 2013 عندما انتقد النموذج التنموي فاعتبره واعلن انه فشل. فهاد الخطابات انا راه درستهم في تسليك الماستر. جلالة الملك في الخطاب ديالو يعي ان التنمية تحتاج إلى مصاريف من الدولة كاملة، يقول لهم قولوا لي ما هي التكلفة ونحن الاستيلاء، حتى الدولة في شخص قائدها الأول يقر بهذا المبدأ الحقوقي ولا يتمرس منه ولا يتمرس منه. لذلك لا يمكن لأحد أن يقول أن الاعتمادات المسؤولين عن البرامج المساعدين للملك في اتجاه تمكين المواطنين من حقوقهم هم الذين ليسوا في مستوى صياغة المطالب الحقوقية. هذه تجري التنمية الحالية اللي كاينه راه إلا ما قالش الملك ها شحال من مدرسة خصني نزيد، ها شحال من ثانوية خصني نزيد، ها شحال من أستاذ خصني نزيد، ها شحال من طريق خصني نفتح باش نوصل الموضوع للثانوية في المؤسسة المعنية. لا تنمية ولا وهذه اللجنة لا إنها تغادر خارج السير الحقوقي. كنقولها باسم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وكمحامي وكطالب باحث. إذا أستاذي العزيز حنا في هذا المجال مايمكنش نناقشو جوج. وكذلك الحقوق المسؤولة عليها الدولة، وكنجاوب الأستاذة اللي سولتني وقالت ردي التراجع ديال الفتاة هل هو مشكل المجتمع أم شيء آخر؟ المشكل ليس للمجتمع حاليا. يمكن في واحد الوقت كان الأب والأسرة تيقولوا هو البنت خصها تتزوج. لا، حاليا تقريبا أنا نفترض كلمة مدة 21 سنة دازت مابقاش الفكرة، ماتت الفكرة 21 سنة على الأقل. وحتى واحد 30 سنة نقدر نغامر 30 سنة هذه الفكرة ماتت، كل شيء باغي يقرب ناتو. الدولة هي التي لم توفر الشروط باش تخرج البنت. هناك مدارس، مئات المدارس ما فيهمش مراحل للبنات، أو ما كاينش مراحل كاع. لدينا احصائيات وقفنا عندها حنا. كيفاش بغيتي هاد البنت هادي تقرا؟ ما كاينش الطريق. ما كاينش الطريق الى اخره. كتقول لي باختصار بالك واخا صحيح عندها وقت محدد. فوالا، اذا ما الذي يجعل قرار حقوق الانسان متاخر في المغرب؟ كذلك الدولة، قرار ديال الدولة. أنا كنجاوب دابا بشكل مختصر. كيف يمكن التكامل في حقوق الإنسان على علم بأن الدول تعرف الفوارق في مثلا فهمت أنا أنه في إمكانيات الخيرات ولا شيء. عندنا واحد آخر غادي يقدروا لي التنسيق الدولي هو أنه هناك مبدأ ديال تعاون الشعوب الحقوقي. ما ينقص الجزائر على المغرب أن يعطيه له، ما ينقص المغرب على الجزائر أن تعطيه له. هذا بدا حقوقي. إذا ما تعاونش الدول بهذا الشكل هذا فهي تضرب حقوق الإنسان. حنا في المغرب الحمد لله راه ما عندنا حتى مشكل. راه هنا قرارات الدولة الآن عندها سمانة تولي حقوقية، نولي حسن فرنسا نولي حسن فرنسا. عندنا كل شيء ما عندناش مشكل عليه. طبيعة رائعة، ثروة في الطبيعة، في كل شيء. المهم دابا نختصر. بغيت نقول لكم واحد الحاجة الله يعطيكم الصدق. القضية الفلسطينية قضية حقوقية عالمية. ليست قضية قومية ولا إسلامية ولا حتى شي حاجة. راه اللي كيقول إسلامية ولا عربية تيقضي عليها. راه الشعوب كيقراو تيلقاو بأن اليهود هما اللي كانوا تما في أول مرة، وتيلقاو بأن ماشي العرب اللي كانوا تمايا، وتيقولوا شنو ما حق
حق العرب عندما يقاتلون بفلسطين وحق المسلمين. هناك شعوب أخرى سابقة لهم. لذلك نحن حقوقيين نقول بأن القذف في السياق هي حقوقية للشعب الفلسطيني. أعطيه البلاد ديالو فقط لأنه شعب فلسطيني وأن الاستعمار انتهك حقه في الاستقلال والأمن. عندنا واحد راه اكتشفنا بأنه في ديك المنطقة كاين عندنا واحد ديالة سامرية تسمية ديالة سامرية. ديالة سامرية هي كتقول لك أنا مع الشعب الفلسطيني وتنتقده وهي تقول على اليهود بأنهم لا يمثلون الديانة سيدنا موسى. احنا هما اللي كنبدلوهم، احنا هما بني اسرائيل، هذو كلهم غير بلا شرعيين. اذا الشعب الفلسطيني بمكوناته الدينية والعرقية هو الشعب الفلسطيني. في العرب في الاجناس في ديانات كثيرة. اذا ذاك الشعب بجميع مكوناته هو اللي عنده هي المقاربة حقوقيا، هو اللي عنده الحق انه يدافع على استقلال ديالو. ليس الى التاريخ لا جواب على هذه الساعة. جاوبوني أنا أعداد التاريخ تشطيب عليه مدة سنة حتى أعاد للفضاء المتمثل في المجلس الأعلى المحكمة النقض. بغيت نقول لكم في الختام واحد الكلمة. لا سنقول لكم علاش شنو الحاجة اللي إيجابية اللي المغرب يعني أعطى فيها الباع الطويل علاقة المجاريه ديال لا ماشي علاقة المجاريه كورونا غير غادي نستعد بها. ولكن قبل ما نقول لكم الهضره هذه واحد ناقص بي واحد الصديق قال لي بلي نفكم المهنه ديالو السن ديالو كبير مني ب 10 سنين تقريبا. قال لي واش الحاجي؟ قلت له نعم. قال لي واش انت ايماني؟ قال لي واش انت بصح ايماني؟ قلت له ايه ويلي ايه وانت ايماني وجلت الملك ايماني خرجي مشكل أخي كيفاش؟ ويجي أنت عندك موالي الحوانت في قريب من الدار ديال إيه؟ تقول لك هذاك السوسي اللي كتقدم عنده واش كتقدم عنده لأنه مصيب ولا لأنه ما تيغش؟ قال لي لأنه ما كيغش. تقول لك لقيت واحد عنده طابح الجبان ديالو لابس عباية بالنص مثلا واللحية مطلوقة وتيبين وياهم ولكن تيغش كتقدم منه؟ قال لا. تقول إذا أنت عماني لم تستخدم معيار الدين لكي تقتني أشياءك من ذلك الشخص واخترت شخصا نزيها. ما عرفتش شنو الديانة ديالو واش مسلم ولا ماشي مسلم. وبالتالي بغيت نعطيكم هذا المثال هذا باش نقول لكم الإيمانية. المغرب استطاع أن يحمي الحق في الاستقرار والأمن ماشي المغرب فقط العالمي. وذلك عندما استطاعت الدولة بواسطة الأجهزة الأمنية أن تقتفي أثر الخلايا النائمة أو التي في طور الاستيقاظ لكي تقوم بأعمال إرهابية، وقد نجحت كذلك في أن تخلق قاعدة مهمة من التجربة والممارسة بأن تحمي المنطقة من الإرهاب الموجود داخل المجتمع والذي يتصل بخلايا أخرى في الخارج. وكذلك الجماعات الإرهابية المحيطة بالخريطة المغربية، و استطاعت كذلك بموازاة بأن تحقق إنجازا للدبلوماسية العالمية باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. ياك؟ ونحن دائما كنا نقول بأن قضية الصحراء الغربية المغربية هي قضية استقرار وسلم عالمي. من أراد أن يجزئ الصحراء ويبعدها عن المغرب فهو يضرب استقرار المغاربة ويضرب أمنهم الداخلي والخارجي. وبالتالي فكسب المغرب لهذه المعركة دوليا من أكبر أقوى دولة في العالم هو يساعد في تركيز استقرار المحلي والعالمي وإحساسنا نحن
ذاك المستوى. لذلك ف باش نكملوا هذا المحتوى بالضبط ديالنا مهمه جدا. ف شنو بغيتوا صوتوا واش نزيدوا ولا ما نزيدش؟ اذا غنكمل الجمله وصافي. اذا انا قلت بان المغرب في هذا الجانب حقق تقدما كبيرا ياك، والاستقرار والسلم والامن العالمي والداخلي هو من اكبر حقوق الانسان. لماذا اجتهد في المغرب وكان في المستوى؟ ما دام اجتهد في هذا المستوى يستطيع ان يجتهد في التعليم والصحه والسكن الى اخره. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ على هذه المداخله القيمه. أعطي الكلمه للدكتور نور الدين داودي للاجابه على الاسئله التي وجهت له. شكرا جزيلا حضور الكريم والساده المشاهدين. انا سعيد بزواج ابنها استاذ حسين وباقي المتاخرين. الموضوع اللي كان تيمكن عليه انه موضوع ذو شجون، والاجابه فيه اجابه غير حتميه. ان موضوع حقوق الانسان إذا استطعنا نجاوب على الإشكالات ديالو فغادي ينقاد. ينقاد الإنسان، علاش؟ لأن حقوق الإنسان هو مفهوم مرتبط بالإنسان، والإنسان طبيعته تطورية. بمعنى حقوق الإنسان دائما تأتي بصفة استهلاكية. كل ما وصلنا لواحد حق من الحقوق، كل ما كيظهر حق آخر. الآن نحن في الحقوق الرقمية. في الماضي ما كانش حاجة اسمها رقمية. الان كنطالبوا بحقوق رقميه، كنطالبوا الانترنت، كنطالبوا سايت الجيم. اذا الحقوق دائما هي حقوق جديده متتاليه، مع عمرها غنقاضى مع انقضاء الحاجه الانسانيه، انقاضات تنقاضي مع الانسان. هذه مساله ثالثه. حقوق الانسان اشكالات والاجابات ديالها عمرها غتكون اشكالات اي دوله ممكن توصل للحد الاقصى. توفر اشباع المواطنين. الان كنشوفوا سؤال ديال حقوق الانسان بين المتحده الامريكيه. سؤال حقوق الانسان في فرنسا، سؤال حقوق الانسان في اسبانيا. هذه كلها اسئله اللي كتعبر على ديناميكيه المجتمعات، واللي كتحملنا النقاش اللي ضرب الناس من قبيله، واللي قال الاستاذ المتوبي وقال الاستاذ حجي، ان حقوق الانسان مرتبطه بثقافه الانسان، مساله ثقافيه. الاساس، شنو الاساس؟ انت عندك واحد التصور، وانا عندي واحد التصور، اخر عنده تصور. اذا هذه التصورات خاصها تتبلور الى تعاقد. الثقافات خاص الان ماشي مشكل في الحقوق في المبادئ. الاشكال هو كيف نحصل على توافق يجسد لنا هذه الارادات في شكل الشريعات. كنتوافقوا كمجتمع على ان هذا الشيء راه هذا حقي من الحقوق ديالي وهذا ماشي حقي. وكنتوافقوا عليه في الارادات اللي كتعبرنا عن اراده المجتمع اللي هو القانون هو الشيء. اذا اي شيء فهو كيخصو يخرج ويخرج يكون ابن النقاش المستمع ديالو. لهذا الاستاذ قال لنا ان حقوق الانسان كتختلف من مجتمع لمجتمع. ما يمكنش نقبل فكره مثلا فين كاين هناك نقاش على الفصول الان ديال الجنائي، الاصلاح الجنائي، كل واحد عنده المنظور ديالو. المنظور التقدمي عنده منظور ديالو، منظور المحافظ عنده منظور ديالو. اذا هذا المنظور في باش ينجح بتدبير الخلاف. وهذا تدبير الخلاف كيتولد عليه قواعد وثوابت، هاد الثوابت هي اللي كتقدر تسن وتعطينا الامل اللي كنعيشوا هنا في المغرب. كلنا عشنا نقاش كيحتاج مدونه قصر. كان نقاش متجدد ما بين الحقوقيين ما بين المحافظين التيار الديني، ولكن في الخط انا واحد النتاج. نتاج مغربي مجتمعات. مشروع مغربي يجيب على مجموعه من الاشكالات اللي كانت طروحها انذاك. دائما بطبيعة الحال منفتح على الإصلاح. كل ما ضرب حاجة خاص يكون الآلية ديال النقاش متاحة، الآلية ديال التوافق متاحة. عندما كتنحصر آلية ديال النقاش، عندما كتنحصر آلية ديال إنتاج القواعد، فآنذاك تنحصر حقوق الإنسان. عجبني السؤال ديال الطالبة اللي شرط واحد النقطة أساسية وحالتني على واحد الفرق. الطالبة ديالنا اللي ربطت الميزانيه وربطت التدبير وربطت مجموعه من الاليات. فعلا حقوق الانسان فما مرتكز شيء بعد التدبير المركزي.
لذلك البرلمان كذا على إنزال حقوق الإنسان، حكومات تعمل الجهد ديالها، ولكن قلت المسألة ديال أننا كنشوفوا تدبير محلي، كنشوف حتى التدبير الوطني، التدبير الوطني هذا الأمر كي راه يتطور الغريب، مسار بناء أشياء أكثر في كل ما هو تجهيز، أيضا مسار بناء خصو يتعرف كل ما هو تنظيم، المواطنين في التنظيم الإداري خصو يكون لصيق بالتنظيم الحقوقي. كنتكلم على رئيس جاء على رئاسة على جماعة، كنتكلم على جهة، كنتكلم على إقليم، واش فعلا التنظيم ديالها كيواكب إنزال حقوق الإنسان؟ هذا السؤال. إلا كنقرب نسأل الأستاذ كيتكلم على التعليم، واش التعليم جماعة كجماعة؟ شنو رؤيتها للتعليم؟ إلا كنضرب التعليم بشكل ميكانيكي كحكم الحقوق المكفولة على مستوى العبد المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكتنزلو كتنزل أو لا كنوفق الدستور فصل مجرد وكتلصقو بالسلطة المركزية اللي كتمثلها وزارة التربية الوطنية أو النيابة ديال وزارة التربية الوطنية كتكيل لها المسؤولية أنها تفتح حزب المدرسة، هذا أمر خاطئ. الإمكانيات ضعيفة، الأمر باش يمكن المشروع باش يتنجز خاص ضروري من يخضع الميكانيزمات. شنو هاد الميكانيزمات؟ هو تكامل المؤسسات. المشروع ديال التعليم باش ينجح خاص المؤسسات تكامل إنجاز هاد المشروع. كيفاش تتكامل؟ السلطة المركزية كتقول أنها كتعمل مدرسة، ولكن المدرسة مايمكنش تنجح في بيئة أولا في قرية من القرى النائية اللي كتردر في ولدها عنصر اللي كبلتي غتسيطر أو اللي كبلتي غتسيطر المدرسة كتنظر فيها عنصر مصدر رزق. راه كيفاش يسحب البعيد؟ يسحب الشويات. راه إلا خلاها بشدة المدرسة وخا راه بنات الوزارة التربية والتعليم بنات المدرسة، ولكن ذاك الوليد راه كيعتبر أنه مصدر رزق للباه لأنه غيمشي رعيلو للعزاز غير عالو باش يوفرلو واحد 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 الجانب ديال القوت اليومي. مايمكنش تقنع الأب وتقول له سير قريب ليك راه المدرسة مكايناش منك. لا، كيخاص هاد المسألة تمكين ديال هاد الطفل أنه يوصل يقرا المدرسة، نوصلو للمدرسة باش تهيئ الظروف، تراك مسؤولية التدبير المحلي، تهيئ النقل اللي هي مسؤولية المشاركين في المجتمع المدني، تهيئ بمعنى أن مجموع من الحقوق خاصة تتعارض مع المسألة ديال التعليم باش تحقق إنزال ديال التعليم، حق النقل التنمية خصو باش يمكن النقل، حق التنمية تعطيهم منحة للوالدين ديالو اللي تعولوا وتعوضوا على أساس هذاك الدخل اللي كان غيدخلوا الابن، الحق ديال النقل، الحق ديال التغذية، المؤسسة اللي كانت بعيدة خاصة توفر له واحد التغذية للطفل، إذا هذه الحقوق اللي كتعارض كتمكننا من التعليم وما نلوحوش المسؤولية باتجاه واحد. ها الدور ديال الحقوق، ها فلسفة إنزال الحقوق. عمر الحقوق ما كتنزل بشكل أوتوماتيكي. خاصة كافة الدول كل الحقوق تعرض في التنزيل ديالها. هذه مسألة. أيضا طالبة جداد النفس على ديالي كنشوفوا أن القضية ديال في الميزانية كان هناك مجموعة من التعقيدات في صرف المالح. وهذا كيقول أن الميزانية راه شنو راه كتراعي؟ كتراعي البيروقراطية في عدم إزهاق سنتيم ديال الدولة ما يمشيش شي زيادة. بالفعل المشرع أثناء وضع الميزانية والقوانين المتعلقة بقانون الميزانية. الهدف ديالو شنو كان؟ كان انه يحرص ان الميزانيه ما تمشيش لواحد يكون فيها شي فوائد ديال الاختلاسات. فكان كيراعي شنو كيراعي؟ كيراعي التدبير الرقابي على الميزانيه اللي عطى شنو؟ عطى مزيد من البيروقراطيه، ما عطاش نجاعات المشاريع. فانتقل الدستور 2011 انتقل للتدبير الاهداف اللي سوق جيكتيف وخفف شويه الرقابه باش ان اي مشروع اي رقابه للصرف يقوم بواحد المشروع ويوصل لاهداف معينه. هذا الدستور 2011. الان نحن في حاجه الى تدبير لحقوق الانسان. شنو هو الغايه والهدف؟ لان المشاريع الغايه ديالها شنو هي؟ يستافد منها الانسان. من يستافد الانسان وصلنا لحقوق الانسان. من غندرج مبدا حقوق الانسان في التدبير ديالي سواء كنت رئيس جماعه او رئيس منتدى مجلس اقليمي او رئيس جهه، من 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 حق الهاجس ديال حقوق الانسان في التدبير ديالي غادي توصل التنميه للفرد. ما غنبقاش غير نراقب انا ذاك واش الكونطابيلتي ديالي مقاده، واش المشروع تنجز ولا ما تنجزش،
نعطيك مثال، عنده أن أوبجيكتيف أنه ينجز مجموعة من المشاريع. راكش جماعة عنده أوبجيكتيف أنه ينجز مجموعة من المشاريع. هنا نجد. ولكن هنا نعطيك مثال بسيط، غير في الولوجيات، راك حقوق المعاقين. واش كاين عمل لهم عمل لهم الولوج؟ ما كانش. واش دابا الحافلات إذا كان عندنا معاق يمكن أنه يطلع في التوبيسات اللي كاين الآن؟ فعلا وصلتي لوبجيكتيف ديال تجديد المسطور ولكن رايحين في حقوق الانسان. هذا السؤال. اذا التدبير حنا كنتقل عبر المستويات. المستوى الاول كان الماليه كان كيراقب بان الاختلاسات ما تكونش. الثاني تدبير الادب. الثالث خصو يكون مراعاه الانسان حقوق الانسان. التدبير اي مشروع خاص يكون لامباكت ديال المشروع على تنميه الانسان. نقطه اخرى نقطة أخيرة وأخرى اللي تكلمنا عليها أزمة كورونا. أزمة كورونا غالبا هذه كنقولها للطلبة دائما أي سياسة فالامتحان ديالها هو في الاسم. ها؟ مضطر ملي كيكون ضارو وكيكون مزيان عايش مزيان وكنقول أنا بخير نهار اللي كتجي الأزمة كنشوفو كيفاش كيتصرف. إذا هو عرف خرج راسو من الأزمة تنقولو شابو عليه أن بون جيستيون. كذلك الأزمات. أزمة كورونا جات قبل الامتحان. كيفاش كنتعاملوا مع كافة القطاعات ديالنا؟ أزمة كورونا عطاتنا شنو كيفاش نوضع حقوق الإنسان؟ بالفعل المغرب شاف واحد المجموعة من الخطوات. شاف مجموعة ديال 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 الإنجازات. تكبير 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 مجموعة من الإنجازات. ولكن عطاتنا إشكال ديال التكبير الإشكال ديال ما عطيناش ديال الامكانيات، عطينا اشكال ديال 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 التدبير ديال مقاربات تدبيريه. مقاربات تدبيريه كيفاش ندبروا حقوق الانسان؟ كنشوفوا الان الحل الاسهل هو اننا نعتدوا بحق الاعتداء على حق اخر. الحجر الصحي صافي حبسونا سيدي ما نبقاوش هذا كنحميو حق الحياه فما ف حتى واحد ما يخرق هذا الحق. ولكن الحقوق الاخرى شنو محلها من الاحرام؟ واحد بغي يجيبو الشخص يعني تحبسو حياته حتى يكون حجر صحي؟ واحد عنده خدمه تحبس حياته حتى يمشي للحجر الصحي؟ واحد عنده تعليم تحبس حياته حتى يمشي للحجر الصحي؟ اذا هنا كيطرح اشكال تدبير الازمات ديال حقوق الانسان. كيفاش ممكن ندبروها في ذيك الازمات؟ نعرف ندبر نوصلوا طريقه ديال تدبير الازمات في ذات حقوق الانسان غادي نكونوا انذاك وصلنا لواحد الاهداف اللي هي اهداف كتحفظ لنا التناسق ديال حقوق الانسان وتنزيل حقوق الانسان بشكل اساسي وبشكل متكامل. كنظن هذه اهم الاسئله اللي تطرحات. ايضا مساله اخرى اللي بغيت نشيرها هو الان مجال حقوق الانسان اللي مجال هو ورش. ورش ما خصوش يبقى في السياق العمودي لان دائما خصنا السلطه المركزيه كتكلم دائما السلطه الان ورش هو مفتوح امام كافه وكل المعني به كل المعني به. قال لي طالب رئيس جماعه هو شحال هو رئيس جماعه شنو عملوا؟ راه عملوا انا وانت والاخر والصمازمه. السؤال ما يخرج لا نوسيون دي كيستيون تخرج من فضاء الكليه الى فضاء المجتمع. سؤال عطيتك منحت فيه الثقه على وفق برنامج اشنو عملتي؟ سؤال اذا السؤال يكون منطقة ما هو السؤال؟ شنو عملتي؟ فين وصلت؟ شنو عملتي في مجال حقوق الانسان؟ شنو درتي في مجال حقوق الانسان؟ بهذه الثقافه ممكن نبنيو ناقدين اللي هم انهم يزيلوا لنا الشان المحلي بالشكل اللي كيعبر عن الاراده ديالنا. ما نزيدش نطيل لان كاين هناك مجموعه من النقاط ايضا حتى مفهومنا التنظيم تاع الترابي والتنظيم الترابي. الان التنظيم الترابي عندنا واحد القوانين جميله 112 111 114 113 كلهم قوانين تنظيميه اللي كتحمل ابعاد قويه وتنمويه على مستوى تنميه الانسان وفيها استجابه لمجموعه من الحقوق المتقدمه. حق تقرير المصير كاين المادة جوج من ميثاق الإعلام الإعلان حقوق المدنية الاقتصادية اللي كتشير أن من ضرورة المواطن أنه يستفد من الثروة الاقتصادية ديالو كاينة في
القوانين التنظيميه ديال التقاع الترابي، سواء الجامعات المحليه او الجامعات الترابيه او العماله الاقاليم او حتى الجهات. هذه التنظيمات يكفي ان يكون واعي بها ويكون كافي ان نشتمها ان تعطينا واحد النتائج حسنه ونصبوا لها ان شاء الله. وشكرا. شكرا للدكتور نور الدين الداودي على مداخلته القيمه. راه كنحبسكم غير على حسب الوقت الذي يداهمنا، اما حنا لا نمل من كلامكم. قبل ما نعطي الكلمه للاستاذ المتوكي غنعطي الاستاذ سأعطي الكلمه للاستاذ الحبيب الحجي باش يشرح واحد القضيه مهمه جدا. بعد الاستاذ عندما هو استاذ غير الله يعطيك الخير الانصاف مثلا مساله الانصاف كنتكلموا كاين العداله وكاين الانصاف، الانصاف هو اعتر اكبر من العداله. صحيح. كاين قواعد العداله وكاين قواعد الانصاف. صحيح. الانصاف هو شيء اللي ينصف قد يكون غير عادل في المعامله، ولكن منصف يحط الطرف الضعيف. هنا المراه مثل كلمه الانصاف فهو مستوى فوق العدل. لانه كنصفوا كنتكلموا على اذا قطعت ترى النقطه فالانصاف كنتكلموا على اكثر من العدل، ما كنتكلموش على المساواه نحن نمض، لان خاصه الاشاره للنقاشات ديال حقوق الانسان ما كيساليش الالغاء ديال لائحه الشباب وخلاو لائحه النساء، فمن باب الانصاف المراه خاصها تكون عندها واحد التمييز ايجابي تجاهها في السياسات العموميه. وشكرا. عندما صدرت القوانين المتعلقة بالطوارئ الصحية توقف الجميع بلديات محامين يعني تعليم كلشي توقف كلشي دخل ديور ديالهم بقاو عندنا السلطات العمومية الحاملة للسلاح والمقدمية كاين المخزنية البوليس الدراك إلى آخره هما اللي ولاو تيقوموا بهاد الأعمال اللي متوزعة على عدة قطاعات ياك وتكبت بعض الخروقات الحقوقية في هذا التدبير لذلك يجب أن يخضع هذه الفئات من السلطات العمومية سواء الحاملة للسلاح أو لا الحاملة للسلاح التقويض راه يعني غير هذا لا وتظهر شكا ولكن المقدمية تاهما خصهم يتخضعوا إلى تدريب وتكوين حقوقيين على شكل أن واحد اللحظة في تقريبا نصف سنة كانت المناطق المغربية تسير من طرفها أولئي الأطر الأمنية تقوم دور الأحزاب دور الجمعيات بدور الأطر البلدية التقنيين إلى آخره إذا احتاجنا أن هاد الناس يكونوا متكونين حقوقيا وبالتالي فحسب الخدمة الأمنية يجب أن تكون كذلك حقوقيا وشفنا كورونا بأنه عندنا فقر منقطع كبير جدا عدم الحمية الاجتماعية تفاجأت الدولة تعطي المساعدات وقفت على المقدمية هما اللي غادي يحسبوا لها الناس اللي ما عندهمش العمال ودوك المخدمين عاوتاني إلا ما داروش النزاهة راهم سجوا أسماء ديال الناس عندهم رزقهم ولاو تيجيو الإعانات اللي ما عندهمش كذلك راه تحرموا بالتدبير السيء ديال المخدمية وبالتالي فهاد النوع ديال الناس المسؤولين خصهم كذلك يخضعوا إلى تدريب حقوقي وتكوين حقوقي بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص. نقول كذلك الاستاذ الاستاذ داودي الفصل 15 من العهد الدولي تمتما الفصل 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والثقافيه والبيئيه تيقول يتمتع الانسان بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته بمعنى ان التكنولوجيا حق حقوق الانسان جميع المستجدات في ميدان الاعلام من حقنا التعليم عن بعد من حقنا يكون عندنا والشاشات وكل شيء جيد والقضاء او التقاضي عن بعد كما كبينوا لنا كذلك خصو يكون فيه الصبورات الالكترونيه وكل شيء
منجز على الوجه هذا لم يتحقق ما هذا في طار ربع. عندي واحد كلمة أخرى هي حول المفهوم الذي تحدث عنه الأستاذ الدولي الدكتور الدولي حول حقوق الفرد وحقوق الجماعة. أنا متنستخدمش حقوق الجماعة. في واحد الوقت كان المفهوم ديال حقوق الجماعة مفهوم غادي نولي نخدم حقوق الجماعة غادي نضل على حقوق الفرد. أنا كنخدم في عضو مصطلح حقوقي اللي كاين في مجال حقوق الإنسان هو الحق في جودة الحياة. جودة الحياة هي اللي كتسمح لي باش أنا ندير مجموعة من الأشياء التي تشترك فيها مجموعة من الناس إما في مكان معين أو يستفيدون من نشاط معين إلى آخره. وبالتالي فالحق في جودة الحياة هي تتجاوز حق الفرد وحده إلى حقوق الساكنة عريضة توفر لها مجموعة من الإمكانيات التي تسمح لها بحل الإنارة بحل الطرقات بحل القناطير الطرق إلى آخره. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأستاذ الحبيب حاجي. أعطي الكلمة للسيد زهير الغرافي. تحية حقوقية زوالية عابرة معطرة بعلاقة من حقوق الإنسان مع المحامي. عندهم رزقهم ونتيجة الإعانات اللي ما عندهمش كذلك راه تحرموا بالتدبير السيء ديال المقدمية. وبالتالي فهاد النوع ديال الناس المسؤولين خصهم كذلك يخضعوا إلى تدريب حقوقي وتكون حقوقي بالنزاعة والشفافية والتكافؤ الفرص. قلت ذلك الأستاذ الدولي الفصل 15 من العهد الدولي تنتم الفصل 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية تقول يتمتع الإنسان بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته بمعنى أن التكنولوجيا حق من حقوق الإنسان. جميع المستجدات في ميدان الإعلام من حقنا التعليم عن بعد من حقنا يكون عندنا والمستشار في كل شيء جيد والقضاء أو التقاضي عن بعد كما كان كيدولنا كذلك خصو يكون فيه الصبورات الإلكترونية وكل شيء منجز على كل وجه. هذا لم يتحقق ما داروا فيه طار ربع. عندي واحد الكلمة أخرى هي حول المفهوم الذي تحدث عنه الأستاذ الدولي الدكتور الدولي حول حقوق الفرد وحقوق الجماعة. أنا متنستخدمش حقوق الجماعة. في واحد الوقت كان المفهوم ديال حقوق الجماعة مفهوم غادي نولي نخدم حقوق الجماعة غادي نضر على حقوق الفرد. أنا كنخدم في عضو مصطلح حقوقي اللي كاين في مجال حقوق الإنسان هو الحق في جودة الحياة. جودة الحياة هي اللي كتسمح لي باش أنا ندير مجموعة من الأشياء التي تشترك فيها مجموعة من الناس إما في مكان معين أو يستفيدون من نشاط معين إلى آخره. وبالتالي فالحق في جودة الحياة هي تتجاوز حق الفرد وحده إلى حقوق ديال ساكنة عريضة توفر لها مجموعة من الإمكانيات التي تسمح لها بحل الإنارة بحل الطرقات بحل القناطير الطرق